افتتح في محافظة دمياط معرض أهلا رمضان للسلع الأساسية بمدينة عزبة البرج، ويقام المعرض على مساحة 300 متر مربع، ويتضمن مختلف السلع الغذائية إلى جانب قسم خاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ويتضمن مشغولات يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المحافظة. في نسبة بيع كبيرة وإقبال كبير جدا من المواطنين على الشراء سواء المنتجات الغذائية أو منتجات الحرف اليدوية المخصصة للسيدات. طبعا دكتورة منال عوض محافظ دمياط بتهتم جدا بالمرأة بشكل عام وبتهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة. مبسوطين بالست المحافظة جت فتحتنا المعرض، جت فتحت المعرض بتاع عزبة البرج. الحمد لله الرز متوفر، والحمد لله الزيت موجود باسعار مخفضه، وجميع يعني ملتزمات رمضان موجوده لغايه اخر الشهر. الحاجه اللي موجوده فيه كلها حاليا دلوقتي رخيصه عن السوق، يعني مبالغ حاجه كتير موجوده في المعرض ورخيصه، بس احنا عايزينها يكون دايما على كده على طول لحد بعد شهر رمضان. حتى ما شاء الله الاسعار كلها اقل من بره باثنين وخمسه وعشره في الحاجه يعني، والسلع كلها متوفره ما شاء الله يعني، وجزاهم الله خير يعني اللي قاموا بهذا العمل، وربنا يكتر خير علينا وربنا يجعل قدوم رمضان باذن الله بالخير واليمن والبركات.